مخبأ ضخم يحلق في السماء قادر على تحمل موجة الانفجارات النووية لحماية رؤساء الدول ومن يريدون من أي خطر كبير على الأرض. طائرة يوم القيامة، ماذا نعرف عنها وما آخر تحركاتها؟ مركز عسكري للقيادة محمولا جوا، وحصن منيع ضد الهجمات النووية والنيازك والشهب. دولتان وحيدتان يمتلكون طائرة يوم القيامة هما روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. طائرة تفوق التوقعات، بإمكانها التحليق في الجو لأكثر من 7 أيام متواصلة، وتعتبر هي خيار الرؤساء الأخير للبقاء على قيد الحياة. طائرة مزودة بأسلحة متطورة تجعلها تتفوق بقدراتها على أسطول قوات الدفاع الجوي الأمريكي، كما صممت بطريقة تجعلها محصنة ضد الهجوم النووي، ومحركها لا يتوقف عن العمل منذ صناعتها. يعمل محركها 24 ساعة متواصلة، وهي جاهزة للإقلاع في أي وقت، ومزودة بوسائل حماية إشعاعية، وتحتوي على أجهزة متطورة للغاية، ويستطيع الرئيس من خلالها إرسال التعليمات للغواصات في أعماق المحيطات وفي أي مكان يريده. وتمكن الروس الانتقال بها من طراز L-80 التي كانت طائرة يوم القيامة في الثمانينات إلى طراز L-96 الأكثر تقدماً وحداثة، وهو ما يزيد من فترة البقاء في الجو لأكثر من 7 أيام متواصلة، إضافة إلى قدراتها الكبيرة على التواصل بشكل فعال مع القوات النووية. وتتميز طائرة يوم القيامة الروسية بعدم وجود نوافذ بها باستثناء قمرة القيادة، إضافة إلى طبقات مقاومة لأي انفجار نووي أو هجمات حرارية عالية، ولديها على الأجنحة مولدات طاقة إضافية. فهل ستحلق هذه الطائرات يوما في السماء أم أنها ستبقى على الأرض في حالة استعداد وتأهب؟ طائرة يوم القيامة مصممة خصيصا ليوم تحمل اسمه.